السلام عليكم متتبعينا الكرام. كنتواجدوا الان بلاله ركراكه جماعه سيدي موسى المجدوب عماله المحمديه، ومعنا واحد الحاله من الحالات ديال الناس اللي كانوا كيسكنوا في العشوائي وباقي ما استفدش. يومنا هذا تقريبا هذا العشوائي كله راه راب، ما بقاش يعني كل شيء. هادشي هذا راه كيبان لكم ريب هنا، ما بقاش بزاف، بقاو غير شي منازل قليلة. معنا جواد أحد قاطنين وساكنين بهاد الدوار هادي ديال الركراكة اللي باقا ما وصلاتوش الاستفادة ديالو. الأب ديالو توفى ما استفدش، الأم ديالو باقا في الحياة وباقا ما استفداتش، هو بنفسه ساكن هنا ومزوج هنا ووالد وليدات ديالو هنا باقي ما استفدش. غنحاولوا نديروا مع حوار ونعرفوا التبعيات ديال هاد الاستفادة. السلام عليكم جواد. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا سي جواد، على سلامتك اللي دوزتي انت حقك من 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 الحبس. كنتي دوزتي واحد الشهر على ما كنظن ديال السجن بسبب المطالبه ديالك بالاستفاده. حاول تحكي لنا عليها واحد شويه كيفاش طرا لك. الا بغيتي نهضر لك على المشكل السبب ديالي اللي خلى. لا ادوي لينا، لا ادوي لينا على كيفاش وقع لك. هنا غادي ندوي على المشكل ديالك ديال السكن، ادوي لينا كيفاش تشديتي وكان السبب ديالك هو السيد القائد اللي كان هنا قديم وقع لك معاه شي مشكل ودخلتي السجن. احكي لينا هذا المشكل. هذا وقع لي في نهار 25 شهر 5. يعني مشيت انايا، مشيت انا والام ديالي. علاش انايا مشيت انا والام ديالي؟ بحكم ان المقدم كيلعب واحد الدور يعني كتشتيت ويحاول يستغل. كيفاش كيتواصل مع الاخوان ديالي؟ كيتواصل بحدهم وكيقول هضره، تيتواصل مع الام ديالي وتيقول هضره، وتيتواصل معايا انا وتيقول لي هضره. وملي درت واحد البحث واكتشفت بان هذا السيد كيلعب يعني واحد الدور باش حنا ما يتلمش الشمل ديالنا، باش ما نعرفوش التلاعبات ديال هاد القياده ديال قياده سيدي موسى المجدوب. كيفاش هو انني قلت للام ديالي تعالي يلاه عاودي معايا القياده نعرفوا كيفاش حنا غنمشيو عند القيد، غنخليو المقدم على التيسع وغنمشيو عند القيد وغنمشيو عند اللجنه. ملي مشيت دخلت عند سعاده القيد، دخلت قلت لي واش الام ديالي ما عندهاش الحق تاخذ الاستفاده ديال الوالد بحكم ان الوالد ديالك توفى. الاب ديالي توفى في 2020 ومستفاد في 2013. خا الوالد ديالي دار معايا مشاكل، كيفاش هو انه ما ساندنيش انا باش نستافد؟ يعني هو ملي خدا السيفة، هو ساكن في دكاله وخدا استفاده وهزه ومشى لدكاله بقى جالس في دكاله. يعني ملي تنقول الاب ديالي انت راه ما يمكنش غادي تري المحل ديالك وغتخليني انا بدون استفاده ولا غديني انا بدون استفاده. يعني راه ضروري مادام انك انت استفدتي ومع ذلك انك ما كنتيش ساكن في دوار لاله ركراكه وعطاوك شهاده السكنه وعطاوك استفاده يعني كهديه بالنسبه لي. والغريب هو ان العديد منهم ما ساكنش واستفدوا. المهم دار خاصك تساندني، انا عندي وليدات راه ما عنديش غنمشي ولا غنضيع وغنتشرد. ما علينا، مشيت انا ديت الام ديالي لسعاده القيد قلت لي واش الام ديالي ما عندهاش حق تاخذ الاستفاده ديال الوالد. فانا كنت مرارا تكرارا تنقول المقدم الا كان الاب ديالي توفى واش الاستفاده ديالو حتى هي توفات ولا باقا حيه؟ الا كانت توفات مع الحكم ان الام ديالي الارمله ديال الوالد كتاخذ الاستفاده ديال الوالد، ولكن انا كنطلب منه تنقول لي شوف الا كان الاب ديالي توفى والاستفاده ديالو توفات كذلك، علاش البركه ديال الاب ديالي باقا ما رابتش؟ لان السلطات راه خاصها دير بحث واحد المحل خاوي ما ساكن فيه حتى شي واحد خاصو يريب. مشيت عند سعد القيد قال لي لا الام ديالك غتاخذ الاستفاده ديال الاب. قلت لي انا عندي محل ديالي واش انا ما ناخذش الاستفاده؟ قال لي انت فاش مجوج؟ قلت لي مجوج في 2011. قال لي يخرج واحد القرار بان اللي مجوج في 2011 ما يستافدش، والزوفري تيستافد والمجوج في 2011 ما تيستافدش. بحكم انك انت كابر معاهم هنا قبل ما تزوج. وانا راه عايش هنا من 2007 وانا عايش في دوار لاله ركراكه. تجوج في 2011 نهار 24 يوم بغا يجي يدوا لي يوم الاستفاده. يقول لي انت مجوج في 2024. تجوج نهار 24 وصوبت لا كارت نهار تجوج في 2011 وصوبت لا كارت في 2011، ومع ذلك الاب ديالي ما كانش ساكن ولا عمرو سكن ابدا وصوب غير لا كارت في 2011 وخد استفاده. وهذا القرار اللي غيخرج في 2011 بان اللي مجوج ما يستافدش، وراه كان بالامكان ان هذا القرار اللي غيصدر في 2010 بان من يتزوج في تاريخ 2011 وما بعد ليس له الحق في الاستفاده، كان بالامكان ان يكون فيه كذلك
لان من يحل بالقاطنين يعني اللي غيجي يسكن من وراء 2011 ما غيكونش استافد، ما عندوش حق يستافد. وما دابا كاين شي وحدين جاوا من وراء 2011 استافدوا. وكاينين الناس اللي ما ساكنينش، والغريب وانا خليني نركز على هذه النقطه اللي انا بعدت على شويه ديال السجن، هو ان القيد قال لك انت ما غاتستافدش تمشي مع امك. قلت الام ديالي نوض يلاه عاودي بحالك، هاد الناس راه تنضيعوا مع الحجره راه غنبقاو داوين، هما اللي في راسهم راه في راسهم، غنمشيو لمناطق اخرى. ومع حكم انني قبل بواحد المده ديال 20 يوم انني درت شكايه للسيد العامل. ودرت شكايه للسيد العامل وما تلقيت بها حتى شي حاجه، الحاجه الوحيده هي دازت على ديك الشكايه اللي درتها للعماله، دازت على 18 يوم صيفطني للقيد للسجن. ما عرفتش كيفاش. التهمه ديالك شنو هي؟ تهمه لا بلاتي، دابا هو ما كاينش تهمه. انا ما عنديش مشكل قاعد الموضوع على بغي يحيى، ما عنديش مشكل لان ما عنديش تهمه. هو دابا هو ملي شدني يعني كي امر باعتقال ديالي، راه ما كان حتى شي حاجه. انا انفعلت ما بعد الاعتقال ديال سعد القيد، ما داير والو، انفعلت بديت كنهضر بديت كنغوت، عاد كيجي المقدم الجديد اللي تحل بها مؤخرا تيدير واحد الفيديو، هو اللي تيمشي معايا لعند الدرك الملكي، هو اللي كتمشي معايا عند وكيل جلاله الملك. مع العلم انا شوف هذا الفيديو اللي دارك شنو فيه؟ سب؟ ما فيه لا سب لا شتم لا حتى شي حاجه، كنطالب الحق ديالي تنغوت، قال لك انت ما عندكش حق تغوت في القياده. صافي شهر بارد ديتي وصافي. ما عنديش مشكل انا الحبس، واش انا الحبس؟ الحبس راه انا عايش فيه هنا، انا بغيت ننسى هذا المشكل ديال الحبس، الحبس راه ارتاحيت فيه ملي مشيت، انا ارتاحيت واستفدت لما شوف راه انا نقول لك واحد الكلمه على هذا الحبس كيسحب لهم انا باللي الحبس عندي فيه مشكل. راه قسما بالله العلي العظيم لو كان انني مشيت للولايات المتحده الامريكيه باش نتعالج ونخسر ملايير الدولارات وما عرفت شنو نخسر، والله ما نتعالج اكثر ما انني مشيت للسجن 10 وتعالجت نفسيا ومعنويا وارتاحيت وبزاف الافكار، افكار كانت عندي هنا فارغه. وملي مشيت تما كينيات تم يعني كنقول واحد المثال سيبريميتا، درجة انني كنت كنقول بانني غنقتل راسي وغنقتل ولادي وما عرفت شنو غندير. ولكن ملي مشيت انا تما لقيت راسي بانني بعدت على الوليدات ديالي غير شهر، كان الجواب الوحيد هو انني قلت فما بالك لو كان انك متي وخليتي هذوك الوليدات وراك.